تقوم ميليشيات الحوثي التابعة لإيران بدعوة جميع العسكريين والأمنيين في المناطق التي تخضع لسيطرتها في تزامن مع تصعيدها في جبهات القتال. وذكرت مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي شكلت لجانا وقامت باستدعاء جميع العسكريين والأمنيين للالتحاق بمعسكراتهم السابقة بزعم تثبيت أسمائهم في كشوف الراتب. وأوضحت المصادر أن اللجان الحوثية التي بدأت عملها قبل أيام توزعت على محافظات أمانة العاصمة وصنعاء والمحوية وعمران وصعده وأبي وحجة والحديدة وذمر وريمة حسبما أفادت وكالة خبر. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا حاولت استرضاء المبعدين من أعمالهم واستخدمت أساليب الإغراء والترهيب لاستقطاب العسكريين والأمنيين الذين تركوا أعمالهم منذ انقلاب الميليشيات على الدولة في عام 2014.